السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وجايبه لكم فيديو جديد النهارده ان شاء الله يعجبكم. وفيديو النهارده مشتريات، اشتريت شويه حاجات فحبيت اوريها لكم. اشتريت شويه من على موقع اسمه امازون. امازون هو موقع بتقدروا تشتروا منه اي حاجه اونلاين، بتوصل لكم لغايه البيت، بتختاروا اي حاجه انتوا عايزينها، بتكتبوها على السيرش وبتظهر لكم، وبيظهر لكم حاجات كتيرة جدا يعني شبيهة ليها، فبتختاروا بقى كل اللي انتوا عايزينه. واسعاره حلوة جدا، اسعاره مناسبة، يعني هتلاقوا اسعاره اقل من اسعار الاماكن اللي هي بتتباع فيها الحاجة بتاعتها يعني، فهتلاقوا الاسعار اقل شوية وبتوصل لكم كمان لغاية البيت، فحلو قوي. انا بحبه وبحب اشتري منه حاجات كتير، حتى الميك اب ومعظم اللبس يعني، ومعظم حاجات العاب مش عارف ايه، حاجات للتليفون، كفر، شاحن، مش عارف ايه يعني، حاجات كتير تلاقوا فيه اي حاجه انتوا عايزينها. وكمان اشتري شويه حاجات من كم محل كده، فعايزه اوريها لكم بسرعه 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 عشان الفيديو ما يطولش عليكم. قبل ما اشوف الفيديو، لو اول مره تشوفوا القناه دي، قناه الحياه حلوه، اعملوا لها سبسكرايب وفعل جرس الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنزله، ولايك كومنت عشان اعرف رايكم ايه في الفيديو. ويلا بينا نبدا. اول حاجه عايزه اوريها لكم هي حاجه يعني شتويه، بمناسبه الشتاء، كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله يكون الشتاء سعيد عليكم وعلينا يا رب. فجبت الهودي ده، عامل كده زي مش زي، هو فرو يعني، يعتبر فرو لونه بني، شايفين شكله عامل ازاي؟ هوريكم على الشماعه. طبعا انا مش فاكره الاسعار لان بتبقى الاسعار مختلفه، تلاقوا كذا سيلر بيبيعوا يعني، مش سيلر واحد، هتلاقوا كذا حد بيبيعوا، فبيبيعوا باسعار يعني ايه، بتبقى مختلفه شويه يعني، دولار اتنين تلاته بيبقى فرق يعني في السعر. بس فهو ده عجبني، انا هوريكم صورته دلوقتي وهتشوفوا السعر بتاعه. وهو طويل كده وليه جيبين من هنا ومن هنا، هو فرو زي ما شايفين، ولونه على بني، وهو اكس لارج، حلو قوي في اللبس وحلو واسع وطويل، وعجبني قوي قوي قوي. ده اول حاجه. ده برضو زي جاكيت كده او سويت شيرت، مش عارفه بقى اسمه ايه، اعتقد سويت شيرت يعني، حاجه كده هتشوفوها تقولوا ايه ده، دي رجالي قوي، لكن هو لا، هو بناتي اهو، شايفين، هو حاجه سبورت كده رياضيه يعني، بس انا بخرج بيها عادي يعني. طبعا انتوا خلاص عرفتوني بحب البس اديداس، نايك، مش عارف ايه الحاجات اللي هي ايه الرياضيه اللي هي عمليه، اللي اقدر اخرج بيها يعني واروح بيها اي مكان، وبروح بيها الشغل وبروح بيها اي حته على فكره، بس ما عدا طبعا خروجات بالليل او كده يعني. فهي حلوه قوي عمليه، ده شكله وطويل برضو ولونه حلو قوي عجبني، في منه كذا لون، كان في منه نبيتي وفي منه اسود في ابيض، وجبت بقى احمر فازرق في ابيض، عجبني قوي الالوان دي. هتشوفوه برضو وتشوفوا السعر بتاعه. تاني حاجة، تالت حاجة، نفس الموضوع برضو، بحب انا الحاجات دي قوي، اول ما بلاقيها بروح جايباها على طول، وبتبقى حلوة يعني، مريحة وواسعة وكده. ده كمان نفس الستايل برضو، بس شكل تاني يعني، شكله مختلف شوية، هتلاقوه بروبرو كده شويه. بحب انا الحاجات دي قوي، شايفين؟ ايه رايكم في اللي انا لابساه النهارده؟ حلو. ده طبعا البلاوز دي اللي جايباها من شي ان، طبعا انتوا شفتوها في فيديو مشتريات قبل كده، فاول مره البسها اهي، ولابسه عليها الحجاب ده، هو على جولد برده شويه كده فيه لمعه، فايه رايكم؟ بحب انا الحاجات المبهجة دي بربرق شوية. يلا ما علينا، نشوف الجاكيت ايه رأيكم. كان في منه اللون ده السيلفر في الاسود، فانا لقيت ان السيلفر جامد قوي قوي كده، فقلت ايه ده يعني ايه، مقفول شوية يعني، فجبت ده، هو شكله حلو قوي في اللبس،
جامد جدا. ليه هتشوفوا سعره برضو دلوقتي. يلا نشوف اللي بعده. هتلاقوا ده بقى يعني بصوا برو يعني. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم شكله عامل ازاي؟ شكله حلو؟ انا بصوا بحب الحاجات دي قوي، فما استدقت لقيت الموديلات دي نازلة موضة يعني الايام دي كده، فكان في كل الالوان بقى جولد وسيلفر واسود في ابيض، اسود في سيلفر واسود في جولد، يعني بصوا حاجات كده الوان غريبة، فعجبني قوي اللون ده، واخضرات بقى واحمرات واصفرات وكل الالوان بس، فجبت ده برضو، ده ستايل برضو جاكيت كده شايفين كده من بعيد، لونه حلوة قوي 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 قوي، عايز بقى خروجه كده بالليل حلوة وطويل برضو طوله كويس، تتلبس بقى تحتيه توب كده طويل شوية، بس هو على لون الموف في الجولد في الذهبي، فشكله حلو قوي عجبني جدا جدا. اللي عجبه ازاي يكتبلي في الكومنت ان هو عجبه، مش عشان ما بقاش لوحدي ايه ان في حاجة يعني زي كده عجبتني، عايز اعرف رأيكم. هنشوف ايه دلوقتي، نشوف الساعات، اوريكم الساعات. جبت الساعة دي برضو جايباها من امازون، كل الحاجات اللي بوريها لكم دلوقتي من امازون. جبت الساعة دي، شايفين ده شكل العلبة بتاعتها، هي من اوريكم دلوقتي من مايكل كورس. مايكل كورس هو براند مشهور جدا، مش عارفه كده شايفين كده، هو براند مشهور جدا في الساعات والشنط والشوزات وبيوت الازياء وكده يعني، فعجبني عنده الساعة دي حلوة قوي، شايفين دي شكل العلبة بتاعتها. اوريكم الساعة، هي الساعة كده يعني ايه، تحسوا ان هي عملية برضو شوية لخروجات الصبح او بعد الظهر. اوريكم كده شايفين شكلها، مكتوب عليها مايكل كورس، ده شكلها. بتتلبس كده شكلها حلو قوي عجبني جدا، بس اقول لكم سعرها كان حاجه، كان اعتقد ب 100 وبقى بحاجه و70، انا مش فاكره بالظبط عشان يعني ما اضحكش عليكم، هوريكم السعر دلوقتي تشوفوه. ودي شكلها كده، هي ضد المقاومه للميه، ووتر بروف ضد الميه، والساعه بتاعتها اللي جوه اعتقد كده ان هي الماني، يعني اعتقد ان هي الماني، هي براند طبعا براند مشهور جدا معروف، وتعتبر يعني غاليه في مكانها، لو هنشتريها من مايكل كورز بتبقى اغلى من كده بكتير، كانت عامله بتاع 200 او 200 وحاجه دولار يعني، فانا جبتها بحاجه و70 يا 100 حاجه زي كده، فجبت لقيت منها لونين، لقيت الابيض وجبت كمان منها اللون، جبت كمان منها اللون اللون ده، هي بتيجي طبعا كده، كانت جايه متغلفه بس كانت جايه في باكسه كده اللي هي كرتون كانت جايه فيها تمام، وانا طبعا عشان مستعجله وعايزه اشوفها فروحت فتحتها. دي تاني واحده جبتها، دي الاسود بتاعتها، دي كمان السودة، السودة عجبتني جدا برضو، الاثنين عاجبيني قوي، وانا ما عنديش الستايل ده، عندي اللي هما زي دول، مش عارفه اوريها لكم ازاي، عندي اللي هي زي دي من جس، ده براند برضو، بس حبيت اجيب حاجة زي كده، حلوة جدا 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 يعني. بصوا سعرها، اهو السعر بتاعها الاصلي الاوريجينال، ده سعرها اللي بيتباع في الستور بتاعها تبع مايكل كورس، شايفين ده سعرها 195، اخدتها يا ب 100 يا بحاجة و70، هوريكم السعر دلوقتي هتشوفوا.
تالت حاجة من الساعات جبت ساعة من جس، هو براند برضو، براند مشهور برضو. دي نسيت اوريكم الشكل العادي. دي العلبة بتاعتها، دي شكلها بتتقفل كده، بتبقى كده. وبيجي معاها ضمان على فكرة، بيجي معاها ضمان مش عارفة كام سنة، اعتقد ضمان سنة، يعني لو حصل فيها اي حاجة بترجعوها او كده، او بتودوها للستور بتاعها. اهو هو ده الضمان بتاعها. اوريكم هي جولد روز، مش اللي هو اللون اللي هو الجولد قوي ده، لا جولد على روز. شايفين شكلها كده كويس. والدراعات بتاعتها او الحزام بتاعها مش عارفه هو اسمه ايه، على السيليكون. هفتحها كده اوريها لكم احسن. وفيها الاستراس ده، الفصوص اللي هي الدياموند دي اللي هي على الموز. شايفين ده شكلها حلوة جدا في اللبس. في منها بقى الابيض الابيض والاسود، واللون اللي هو الكحلي. فطبعا انا عشان جبت ابيض واسود من مايكل كورز، وعندي بقى السيلفر وعندي كمان الجولد من جيس نفس البراند ده، فروحت جبت الكحلي فعجبتني قوي. سعرها اعتقد كان 125 دولار، ولو خدناها وقتها بتعملي الاوردر نزلوا 25 دولار، يعني اخدتها ب100. هتشوفوها برضه دلوقتي وتشوفوا السعر بتاعها. دي الحاجات من امازون. فاضل النظارات، جبت كمان النظارة دي، هي مش براند، هي بتيجي في العلبة بتاعتها كده، وليها كمان كفر كده عشان يحافظ على النظارة لو تحطيها معاكي في الشنطة او كده. ده اسمه دلوجر حاجة زي كده، مش عارفة انطقها بالظبط. فهو يعني براند، بس مش براند اللي هو مشهور يعني. فده شكل العلبة، بس شكلها شيك جدا. العلبة بيجي معاها اللي هي المناديل بتاعتها اللي بتنضفي بيها النضارة، بتمسحيها بيها، وبيجي معاها كفر تاني كده على قماش تحفظيها فيها يعني، غير الكفر ده. اوريكم بقى شكل النضارة، بيجي متغلف كده. كذا غلاف ليها. فدي شكلها، دي على اسود، دي اللي هي السودة تمام. وده شكلها، لا شكلها قايم يعني، اعتقد ب16 دولار حاجة زي كده يعني. مش بصراحة يعني اقيم من سعرها، يعني سعرها يعتبر رخيص بس هي قيمة جدا. شايفين عاملة ازاي؟ دي على اسود. جبت كمان واحدة تانية، اعتقد دي اللي على بني برضو، نفس الموضوع نفس العلبة. نسيت اوريكم، بيجي معاها كمان دي اللي هي لو المسمار بتاع النضارة اتفك او حاجة، دي زي بتربطه كده يعني، مش عارفة اسمه ايه، اللي هو مفك، زي مفك كده صغير. شفتها دي؟ عارفه الحاجات مش هبله يعني، ماشي. مش ما تقولوش مش عارفه حاجه، في حاجات بعرفها وفي حاجات لا. المهم جبت دي كمان، بصوا برضو متغلفه كده يعني. بصوا مش قادره اقول لكم حبيتها قد ايه. شايفين لونها عامل ازاي؟ هي لونها اللون اللي هو البني العسلي ده، والايدين بتاعتها الدراعات بتاعتها دي خشب. خشب، مش خشب، مش عارفه يعني، هي شبه الخشب كده، اللي هي التشبيحات دي بتاعت الخشب من هنا، وهي على الاطار بتاعها برضو كده. بس انا ملبسها لكم، ما شكل الفيديو ده مطول. ها ايه رايكم؟ شكلي عامل ازاي؟ شكلي حلو؟ لايقه معايا ولا لا؟
المهم شكلها حلو قوي. المهم عجباني جدا بصراحه، ما شاء الله يعني جميله جدا. شوف ايه تاني، فاضل اثنين وهنخلص حاجات امازون. فدي من جيس، نفس البراند بتاع الساعه اللي جبتها اللي هي اللي على ازرق، اللي هي جايه كده. دي اغلى شويه، دي بحاجه $30، وشكلها كده ايه على روز جولد كده شويه. برضو الدراعات بتاعها مغلفه، وده شكلها، وهي فيها الشكل ده كده في الدراعات بتاعتها. ها ايه رايكم، حلوه؟ عايزه رايكم في الكومنتات. بص انا عايزه الكومنتات دي، عايزه ضرب نار في الكومنتات، يعني قولوا لي بقى لو وحشه قولوا لي، لو حلوه قولوا لي. انا بيهمني رايكم جدا على فكره، بحب اعرف رايكم ايه في اي حاجه بجيبها. دي بقى انا عارفه دي يمكن ما تعجبكمش، عشان هي اصلا ما عجبتنيش بصراحه. يعني انا كان نفسي في حاجه زي كده. دي برضو براند تاني كده، وده الكفر بتاعها، وبيجي معاها كفر تاني قماش ومناديل. ايه اوريها لكم كده، كلهم ما فيهم كفرات وكده. يعني بص بقى، يعني بصراحه ما مش ستايلي، يعني انا كان نفسي في حاجه زي كده بس مش الشكل ده، ما اعرفش ما عجبتني. يعني شكلها في الصور غير شكلها في الحقيقه. يعني بصوا، ها رايكم حلوه؟ هي بتبقى حلوه كده على البحر، يعني مع السما والبحر بقى والالوان الزرقاء دي الجميله، هي تبقى حلوه كده يعني الصبح كده بس. فشغال عادي يعني، هتتلبس هتروح فين. دي شكلها، قولوا لي بقى في الكومنتات. كده خلصنا من حاجات امازون، خش بقى على مين. عايزه اوريكم التوب ده، كان من شي ان، ماشي؟ فكنت عملت الفيديو بتاع شي ان، وده ما شفتهوش خالص يعني، او شفته وبحسبه حاجه تانية. فالمهم ايه، ما وريته لكمش، فعايزه اوريه لكم. ده توب كده كنت جايباه من شي ان، ايه رايكم؟ حلو قوي يتلبس كده، هو بلوز بس يعني ممكن بنات بيلبسوه عادي، يتلبس لوحده. وفي يعني انا محتاجاه ان انا البسه تحت جاكيت، فجبته فيه منه الوان كتيره قوي، وهتشوفوه دلوقتي وتشوفوا السعر بتاعه كام، لان مش فاكره، اعتقد $10 او حاجه زي كده. الماتيريال بتاعه على شيفون حلو جدا، الماتيريال بتاعه حلو وواسع وجميل يعني. فده عايزه اوريكم حاجات، دي حاجات جبتها من عند اولد نيفي. هوريكم اول حاجه منها، اولد نيفي بيبيع حاجات يعني اسعارها حلوه برضو. جبت البيجامه دي، وبيبقى عليها تخفيضات وخصومات حلوه، ففي الايام دي في خصومات هناك. فجبت البيجامه دي بيجامه كده بيتي، البيجامه دي ليا مش رجالي يعني. هي شبه الرجالي شويه. هي كان سعرها حاجه $30 باين اعتقد كده، اي $29، $29 و 94 سنت. كان عليها 50%، فاخدتها $15 حاجه زي كده. وده البنطلون بتاعها برده نفس اللون اهو. كان في الوان تانيه بس ما عجبتنيش، عجبني بس اللون ده. ده شكل البنطلون برده من تحت، الستايله حلوه قوي وحلوه وشتوي كمان، يعني دي تتلبس في الشتا. ومعايا ايه تاني، كنت قلت لكم قبل كده في فيديو من الفيديوهات اني كنت جايبه شميز كده او قميص، وطلع واسع يعني عليا، ورحت ابدله فادوني كارت، قالوا لي تعالي يعني في اي وقت خدي الحاجه اللي انت عايزاها. فروحت عشان اخد حاجه يعني من الكارت، كان الكارت ده فيه $6 وشويه. فعجبتني البنطلونات دي قوي، هي الماتيريال بتاعها عامل زي الجينز كده او زي الجبردين، مش عارفه يعني مش عارفه اسمه ايه، اعتقد جبردين. هو الستايل بتاعه اللي هو الواسع كده شويه، نزل كده على واسع، وهو هاي ويست كده يعني الوسط بتاعه مرفوع لفوق. فالموديل ده نازل موضه قوي، وجبته
هقول لكم سعره. هو كان سعره، بصوا هو كان سعره، هو سعره كان 39 دولار و 99 سنت، يعني 40 دولار بقى ب 10. لو تشوفوا كده كويس بقى ب 10 دولار. فلقيت بقى مقاسي وكده فعجبني قوي، جبت اللون اللي هو اللي على الهافان ده، وجبت كمان اللون اللي على اخضر، لون كده على الزيتوني. فجبت الاثنين ب 20 دولار، واحد ب 10، وخصموا ال 6 دولار واديتهم الباقي. وايه كمان معانا؟ الهودي ده، ده من بوما، ده جايباه من ستور تاني اسمه سنتوري 21. ده كده هو على اسود زي ما شايفين. اقول لكم السعر بتاعه، ده كان عليه خصم برضو. سنتوري 21 بيبقى عليه خصومات جامده جدا، يعني بينزل اسعار جامده يعني. فده عجبني وجبته. شايفين سعره كان كام؟ كان 50 دولار. وبقي بقى بكام بقى؟ بقى ب 30 دولار، يعني منزلين عليه بتاع 20 دولار. شايفين ده سعره دلوقتي. فجبت ده. ايه كمان؟ جبت كمان من اديداس، جبت منه الهودي ده برضو، ده كان عليه برضو خصم. شايفين ده فوشيا، يعني او بينك زي ما تقولوا عليه بقى، بس انا بقول عليه فوشيا لانه هو فوشيا فوشيا يعني. فهو انتوا شايفينه دلوقتي احمر، مش عارفه ليه طالع كده في الكاميرا احمر. المهم هو فيه سيلفر كده من هنا، العلامه بتاعت اديداس، وهو طويل برضو وحلو يعني. فعجبني جدا، زي ما انتوا عارفين بحب البس الحاجات دي. فسعره كان ب 55 دولار، اخدته بحاجه ب 30، ب 30 اعتقد كان ب 55، وخدته ب 30 او 33 اعتقد، حاجه زي كده كان عليه ستيل برضو. في معانا ايه كمان؟ في معانا جاب جبت من عنده البنطلون ده، ده بنطلون على جينز، والستايل بتاعه اللي هو الستايل الواسع عشان عندي كتير اللي هو الليجن، فحبيت اغير الستايل اجدد يعني. وجبت ده طالع موضة جدا برضو، ده شكله اللي هو نازل على واسع، ده زي البوي فريند كده بس ده جيرل فريند. شكله حلو جدا في اللبس، عجبني قوي بصراحه. حبيت اجيب منه تاني، فلقيت ايه اشكال تانية يعني والوان ما عجبتنيش. هقول لكم سعره، هو سعره هنا مكتوب عليه 69 دولار و99 سنت، انا جايباه ب 26 دولار، كان ب 26، فكان سعره حلو قوي يعني. دايما في الاستوريات بيبقى معلين السعر قوي وينزلوه قوي. ايه معنا؟ ايه كمان؟ في حاجه تانية معايا، جبت كمان ده من ستور تاني يعني مش معروف يعني، بيبيع حاجات نايك على اديداس على الحاجات بتاعت السبورت دي. فجبت كمان ده من نايك. شايفين لونه؟ هو هتلاقوه اوفر سايز كده، لونه اللون اللي هو البينك الهادي قوي ده في الابيض، حلو قوي بجد، عجبني جدا وستايله حلو قوي. وهو ووتر بروف كده، فالووتر بروف طالع موضه قوي الايام دي، وطالع يعني من السنه اللي فاتت كده. فمن ساعه ما طلع وانا عماله اجيب منه كذا حاجه زي ما شفتوني كده. فده نايك زي ما شفنا، مكتوب عليه اللوجو بتاع نايك برده هنا اهو. انا قعدت ادور على اللوجو بتاعه وانا مش شايفه لانه ابيض يعني، فما كنتش شايفاه. انتوا شايفين صح؟ بس فهقول لكم على السعر، ده كان ده ب 45، ده مش عليه اي حاجه، ده هو بيتباع كده زي ايه زي ما هو كده سعر تمام. جبت معاه ايه بقى؟ جبت معاه لوحده يعني من ستور تاني عشان البس تحتيه واسيبه مفتوح. فجبت التيشيرت ده، تيشيرت كده بكم
يعني تقيل فلونه على جري كده. هو تيشيرت رياضي برضو كده وطويل. ده ب12 دولار، ده من محل تاني اسمه ويلمارت. طبعا انا قلت لكم عنه كتير ويلمارت ده. فهو كان سعره كان ب12 دولار يعني، بس فجبت قلت البسه يعني ايه تحت الجواكت دي. فده بالذات يعني. في حاجة تانية او حاجة معرفش عدو انت بقى كام حاجة. اعتقد ان دي اخر حاجة يا جماعة. جبت الشنطة الكروستي دي، شايفين شكلها عامل ازاي؟ هي لونها بيج على الزيتوني شوية، مخضر كده شوية على الزيتوني. هي اقول لكم فيها سوستتين كده، دي جايبها من عند H&M. هي كان سعرها ب19 دولار، ده سعرها مش عليها اي خصومات يعني. فهي بتتلبس ايه؟ بتتلبس كروس او بتتضيق بقى تتلبس كده ايه على الويست كده. وبتتضيق تتلبس على الويست او بتتلبس كده يعني، بتتضيق برضو تتلبس كده. حلوة قوي يعني، عملية لخروجات للمول، مسافرين رايحين اي مكان كده، رايحين نتفسح شوية نتمشى، حاجات اللي هي ايه السريعة دي. فحلوة قوي وبتشيل برضو حاجات يعني كذا حاجة. بس فدي كل الحاجات اللي انا جبتها حبيت اوريها لكم. يا رب تكون عجبتكم، يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم. ما تنسوش لايك للفيديو وكومنت عشان اعرف رأيكم ايه. بحب اعرف رأيكم جدا جدا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.